وسط استعدادات الاجتياح بري، حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة ترتفع إلى أكثر من 80 قتيلا. رئاسة كردستان العراق تتهم المالكي بفقدان التوازن وتطالبه بمغادرة السلطة. وفي حوارنا هذا المساء من الرياضة تتابعون: أزمات اليمن والعراق تثير استنفارا أمنيا على حدود دول الخليج. المساء من سكاي نيوز عربية مع حمد المحمود في الرياض. قبل فتح ملف حوارنا هذا المساء من الرياض، والذي سنستضيف فيه هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد جاسر الجاسر، وسينضم إلينا لاحقا الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشيق. نتوقف بداية مع آخر وأبرز تطورات أحداث الساعة من غرفة الأخبار في أبوظبي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من التصعيد الذي يشهده قطاع غزة. وقال بان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن المدنيين هم من يدفعون ثمن هذا التصعيد. وأضاف الأمين العام أنه يجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية لتهدئة الوضع في غزة، مطالبا باستئناف مفاوضات السلام. أفاد مراسلنا في غزة بمقتل 3 فلسطينيين في غارة استهدفت سيارة شمالي القطاع، كما قتل طفل فلسطيني في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمالي غزة، وكان 3 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون في غارة استهدفت سيارة وسط القطاع. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع في يومها الثالث إلى 86 قتيلا وأكثر من 500 جريح. أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي طلب من الفلسطينيين المقيمين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إخلاء منازلهم. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الاستعدادات للحرب البرية على قطاع غزة دخلت مرحلتها النهائية. وكان الجيش حشد تعزيزات عسكرية على الحدود مع غزة واستدعى 40,000 من جنود الاحتياط. دوت صافرات الإنذار في مدينة القدس اليوم، وقال الجيش الإسرائيلي إن القدس استهدفت بأربعة صواريخ تصدت القبة الحديدية لاثنان منهما، فيما سقط الاثنان الآخران في مناطق خالية. وأعلن الجيش الإسرائيلي تصدي القبة الحديدية لنحو 90% من الصواريخ التي أطلقت من غزة، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها استهدفت لأول مرة مدينتي رحفوت وبيت يام بعشرة صواريخ من طراز سجيل 55. طالبت السلطات في إقليم كردستان العراق برحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، واعتبرت إربيل أن المالكي فقد صوابه. وكان الوزراء الأكراد في الحكومة الاتحادية قرروا عدم المشاركة في اجتماعات الحكومة في بغداد، وذلك ردا على تصريحات المالكي التي اتهم فيها الإقليم باحتواء تنظيم الدولة الإسلامية وعناصر من حزب البعث على أراضيه. من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا والتزاما بما نؤمن به، نعلن عن عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء إظهارا لاحتجاجنا وعدم تحملنا لمسؤولية مثل هذه التصرفات والتصريحات والمواقف. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن التنظيمات المسلحة التي استولت على مناطق واسعة من العراق تمثل خطرا على الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، مضيفا أن المسلحين وخصوصا التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية يمثلون قوة متطورة ومنظمة وممولة بشكل جيد على حد تعبيره. أفاد ناشطون سوريون أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تحاول السيطرة على مناطق كردية في شمال سوريا. وقال مسؤول كردي أن مقاتلي التنظيم يحاولون الاستحواذ على منطقة بالقرب من الحدود التركية لربطها مع مواقعهم شرقي البلاد. وأضاف أن الاشتباكات تتركز بشكل كبير على منطقة كوباني المعروفة أيضا باسم عين العرب، وتسيطر الدولة الإسلامية على مناطق واسعة شرقي سوريا بامتداد الحدود مع العراق.
قال ناشطون سوريون إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يعرف بجيش الإسلام وتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة مسرابة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأضاف النشطاء أن جيش الإسلام أعلن مقتل 40 من مقاتل التنظيم خلال الاشتباكات. كما بث النشطاء صورا لما قالوا إنه استهداف جيش الإسلام لأحد مواقع التنظيم على أطراف بلدة المليحة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. ذكرت وكالة حكومية يمنية أن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا من محافظة عمران بعد يوم من سيطرة الحوثيين على المحافظة. وقال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين إن معظم النازحين يقيمون في العراء، مضيفا أن كثيرا منهم ما زالوا محاصرين في مناطق المواجهة، كما وجه نداء استغاثة لمساعدة هذه الأسر وتقديم المساعدات الطارئة لها. كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظراءه من القوى الكبرى سينضمون للمحادثات النووية مع إيران بفيينا في نهاية الأسبوع في مسعى لتجاوز العقبات التي تعرقل المفاوضات. وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيك قد قال إن الخلافات الجوهرية لا تزال عالقة بين القوى الست الكبرى وإيران في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. وعرب هيج عن أمله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين والتي تستمر حتى 20 من الشهر الحالي. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش يشن هجوما على مواقع تبعد 30 كيلومترا غربي مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا. وقالت الوزارة إن 3 من الجنود قتلوا وجرح 27 آخرون في اشتباكات مع انفصاليين شرقي البلاد. يأتي هذا فيما يواصل الجيش حصاره على المدينة التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا تمهيدا لاقتحامها. نهاية الموجز، عودة إلى حمد المحمود وحوار المساء من الرياض. تتابعونا بعد قليل في حوار المساء من الرياض. التوتر في اليمن والعراق وأمن الحدود الخارجية. المونديال من زاوية مختلفة، أبرز أخبار آخر المستجدات، نتائج وتوقعات، رفقة ضيوف عاشوا تجربة المونديال حتى لا يفوتك الحدث. شارك بإجابة صحيحة كل يوم لربح هاتف هواوي أسند بي 7. المنافسة تستمر على إيقاع جديد. Thank you.
أهلا بكم إلى حوار المساء من الرياض. من العراق شمالا وإلى اليمن جنوبا مرورا بالمملكة العربية السعودية التي استهدفتها عمليتان إرهابيتان في منفذ الوديعة الحدودي وفي منطقة شرورة وامتدادا إلى البحرين، حيث قتل شرطي بانفجار قنبلة قبل أيام. أضحى نشاط الجماعات المسلحة خطرا داهما يضع المنطقة كلها في حالة استنفار قصوى. كيف يجب التعاطي مع هذا الخطر؟ وما هي استعدادات الأجهزة الأمنية للردع والمواجهة؟ وما الدور الأمني والسياسي في هذه الحرب المفتوحة على التطرف؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفينا في حوار المساء من الرياضة. معنا هنا في الاستوديو الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق، وكذلك معنا الكاتب الصحفي السيد جاسر الجاسر. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. دعنا نبدأ معك سيد جاسر، كيف ترى بداية هذا الخطر المتنامي الذي يأتي من الخارج إلى الداخل، وأعني بذلك الداخل إلى دول الخليج عموما؟ والله مسألة ثانية، من الأولى أنه في تنامي فائق في الجماعات الإرهابية إجمالا بالفترة المؤخرة، ومرتبطة بشكل أساسي بالبروز الغريب والعجيب لداعش وما أحدثته من فرق على الأرض يعني. فبالتالي بدأت تستثير لنقل شهية بقية الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال مماثلة. في المقابل موجود يعني الإرهاب على الأقل بالنسبة للسعودية يعني تعاني منه منذ 2000 واستطاعت تحجمه بدرجة كبيرة، لكن كانت المشكلة قائمة وثابتة في اليمن بسبب يعني كون اليمن محظا لظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولغياب أو قدرة الأمن في السيطرة على المكان، وشاهدنا ما حدث في عمران حيث سيطر الحوثيين على المدينة كاملة واستولوا حتى على يعني أسلحة الجيش، وهذه جانب كارثي. لذلك المواجهة اليوم فتحت يعني لنقل خط جديد، خط العراق وتدفق جميع الجماعات الإرهابية سواء داعش أو القاعدة أو أين يكن إلى المنطقة إجمالا، وخاصة الدول المتاخمة للعراق وهي بالتحديد السعودية والكويت بشكل أساسي. نعم الدكتور عبد العزيز، ذكر السيد جاسر بأن السعودية عانت من ويلات هذا الإرهاب أو هذا الخطر المتنامي منذ تقريبا أكثر من 15 عاما. ألا ترى الآن بأن المملكة وصلت إلى الخبرة الكافية وكذلك دول الخليج من خلال العمليتين التي تمت الأخيرة في سواء في السعودية أو حتى مقتل الضابط في أو مقتل الشرطي في البحرين، أقصد بذلك التعاطي الأمني مع هذه العمليات؟ أعتقد الهجوم على المركز الحدودي نقلة نوعية من قبل الإرهابيين في التعامل مع دول الخليج، هجوم شبه عسكري استهدف عدد من المواقع في المملكة. أعتقد هذا لم نره من فترة طويلة، من يمكن 10 سنوات، بينما ما حدث في البحرين حدث من قبل عدة أحداث، ويمكن ليس هناك تغير نوعي في الهجوم على الشرطي الذي قتل بعملية إرهابية، لكنها حدثت من قبل. لكن أعتقد مهم التنبه إلى أن أو افتراض بأن ما حدث في الوديعة هو قد يكون فقط طرف جبل الجليد الذي يجب أن نتعامل معه بقوة. أعتقد على عدة مستويات، المستوى الأول المستوى العسكري، مستوى الجيش، وأعتقد هذا التوجيهات خادم الحرمين كانت ترمي في هذا الاتجاه، إن يجب تدعيم المناطق الحدودية من ناحية بالقوة العسكرية، كذلك الأمن، سلاح الحدود، مكافحة الإرهاب. ومثل ما ذكرت لدى دول مجلس التعاون بشكل عام تطورت بشكل كبير، خاصة في المملكة العربية السعودية في التعامل أمنيا. يبقى أعتقد الجزء الآخر واللي قد يكون هو ما هو مغمور في هذه الأخبار هو القاعدة الفكرية التي تتيح لهذه التجمعات الإرهابية سهولة اجتذاب الشباب لصفوفها. طبعا هناك أخبار جيدة وإيجابية بأن هناك عشرات من الشباب السعوديين بدأوا يعودون من
من سوريا، هذا خبر جيد، لكن أعتقد بالمقابل قد يكون هناك أعداد أكبر منه يلتحقون بهذه التجمعات. نعم. ومع الأسف الانتصارات اللي حققتها الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق بدأت تجتذب لها الشباب من جميع أنحاء العالم، وشباب الخليج ليس استثناء. وأعتقد يتميز شباب الخليج بأن عندهم اندفاع فكري، وهناك عدد من الدعاة والوعاظ الذين يحثونهم في الواقع على الالتحاق بهذه التجمعات. فأعتقد يجب التعامل مع الموضوع على جميع هذا المستوى، المستوى العسكري والمستوى الأمني وفي وعلى المستوى يعني سنأتي على هذا التفصيل فيما يخص دول الخليج عموما من ناحية التنسيق. ولكن دعني أتساءل سيد جاسر، الآن هذه المتتبع للعمليات الأخيرة التي تمت في السعودية، تم الإعلان عن أسماء 5 أشخاص قتلوا سعوديين، والسادس أيضا سعودي.